السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبديت الأخير في جوجل بارد فيه ميزتين حلوين. الميزة الأولانية إن هو بيبقى العربي، فتقدر تتكلم معاه بالعربي وتقول له عامل إيه والحاجات دي كلها، بدأ يبقى فيه تعدد اللغات. الميزة التانية الجميلة إن أنت تقدر تتكلم معاه بالمايك، تمام؟ يعني هتدوس هنا وتقول له ألاو جود مورنينج، جود مورنينج، هاو ار يو، Are you okay؟ فالناس اللي هي بتتعب من الكتابة خلاص ده هيحل لك المشكلة. فهو حل لنا مشكلتين، مشكلة ان هو العربي واللغات، والمشكلة التانية موضوع ان ممكن واحد عايز يتكلم بالصوت، ممكن تكون انت مثلا سايق فمش عايز تقعد تكتب تكست عشان ما تحصلكش مشاكل، فممكن تبدأ ان انت ايه تشغل المايك وتبدأ تتكلم. حتى الآن مركز على الانجليزي، العربي مش أحسن حاجة.